تقريبا فوق ما كنجيو لهاد الشاطئ ديال السعيديه الا وكنمروا لهاد المنطقه الحدوديه هذه، خاصه في هذا المكان هذا. طبعا يتبادل التحايا بين الشعبين المغربي والجزائري، وهذا واقع اخوي. وحتى وين كانت الحدود مغلوقه جغرافيا، ولكن الحدود مفتوحه بين القلوب، وكان هناك يعني محبه دائمه وقديمه يعني يطبعها التاريخ وعدد من القوائم المشتركه. وكذلك في هذا جينا في هذه الظرفيه هذه اللي تزامنا مع كاس امم افريقيا لكره القدم، ويعني التشجيع كتشجعوا اولا المنتخب الوطني المغربي اللي هو المنتخب الاول، والمنتخب الثاني هو المنتخب الجزائري اللي دائما كنساندوه سواء المشاركه ديالو السابقه في كاس العالم ولا حتى في كاس افريقيا. ونتمنوا ان شاء الله ان هذه الحدود تفتح، لان ما كرهناش الواحد انه يفطر في وجده ومن بعد يتغدى في وهران. الناحيه السياحيه ان الجزائريين يدخلوا يشوفوا الجمال تاع المغرب، ياكلوا الماكله ديال المغرب، كذلك انت تمشي للجزائر تكتشف. فنتمنوا ان تسهل عليك يعني الماموريه انك تمشي بالسياره ديالك بدون ما تلجا للطائرات او كذا، لان ما بيناتنا والو كما كتشوفوا. والان بزاف الشباب اللي كانوا يحيونا وعائلات تبادل التحايا، يعني سواء في مسائل رياضيه وكذا، يعني كتشوف بان هناك اخوه قويه جدا بين الشعبين.